السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عنا أكلة خفيفة سهلة، وقتها كتير قليل وتتحضر بخمس دقايق. خمس دقايق تتحضر مع بعضها، بس قبل نكون حضرنا نحن البطاطا. والأكلة هي سلطة البطاطا المسلوقة مع الكزبرة. هلأ هيدول البطاطا، هيدي بطاطا مسلوقة، حبتين بطاطا حجم وسط منقطعها مثل هيدي مكعبات صغيرة. بعدين منضيف عليها شوية ثوم مدقوق ومع شوية حامض. أنا بحب أخلط الحامض مع الثوم والملح مع بعضهم هيك بهالشكل. هلأ ضيف عليها حامض، معلش منكتر حامض شوي لأنه هي الطعم اللي تكون عنها عليها خارج شوي الحامض، يعني زايد شوي. هلأ أظن هيك الحامض، هلأ بدي أعمل دوقهم. خلص هي هي. بعدين منضيف الكزبرة، هاي الكزبرة مفرومة وفرم ناعم طبعا مغسولة ونضيفة. منضيف نحنا الكمية اللي منحبها من الكزبرة، نحنا حنضيف هالملعقتين هيدول. واضحين الريان هاي الملعقتين. هلأ نخلطهم شوي بالملعقة. ناولني يا ريان أنت الزيت إذا بتريد. لا زيت زيتون. هيدي هلا عم نخلط نحنا مع الكزبرة الخضراء المغسولة النظيفة المفرومة. طيب هلا بنحط عليها زيت زيتون. يلا سيكي ريان، شكرا. هلا هيك بتكون خلصت طبختنا. هلا نحنا حندوق هالأكلة اللي عملناها. بعدين في عنا كمان بالبطاطا مرة واحدة البطاطا هي. بسم الله الرحمن الرحيم. البطاطا إلها كثير طبعا أشياء منساوي فيها، نعملها عدة أنواع من الأطباق. شو منظرها شو حلو. هاي البطاطا المسلوقة متبلة مع الحامض والزيت والثوم ورشة طبعا الزيت. هلا هاي بطاطا فرق بينها وبينها، اثنين فيهم كزبرة واثنين بطاطا واثنين فيهم ثوم، بس هيدي فيها حامض كتير، هيدي حامضة قليل. هاي البطاطا مقلية وهاي البطاطا مسلوقة. هون بحط معها أنا شيء قليل من الثوم اللي بقطعهم قطع صغيرة، بقليهم مع البطاطا، بعدين بطفي عنهم، بحط الثوم، رشة الحامض الصغيرة ورشة فلفل أحمر. إذا بتحبوا الحر تاكلوا مع حر، وإذا ما بتحبوا الحر بيمشي الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كتير، بس بدها شوية ملح، ملح قليل. نقدر نضيف نحنا ملح مثل ما بدنا. هلأ كمان مندوق هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي مستلحة أكتر بالملح، ملحها كثير منيح ومعتدل. يمكن رشة الفلفل الأحمر عاطيها شوي طعم ألذ. بقى هن اثنين بطاطا قلنا، هاي مقلية، هاي دي منها مقلية، هاي مسلوقة، ومسلوقة عن طريق الميكروويف. وجربوها حتلاقوها كثير طيبة وبتفيدنا لما نكون نحنا مستعجلين بدنا طبخة بسرعة نعملها، أو إذا عشية حابين العيلة يأكلوا شيء خفيف نظيف وسريع نعمل الطبخات هيدول. هيدي سلطة البطاطا المسلوقة وهيدي مفركة البطاطا كزبرة. صحتين، وما تنسوا تشتركوا وتطلبوني على أكلات بيروت. وألف صحتين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.